اختتمت في البحرين اجتماعات الدورة 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والتي عقدت برئاسة مملكة البحرين وتحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة العهد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. وأوصى المجتمعون في ختام أعمالهم باعتماد إعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورتها 61، والطلب من وزيرات ووزراء المرأة بالدول العربية وممثلي الآليات الوطنية بموافاة نظرائهم في الشؤون الخارجية بإعلان المنامة باعتباره موقفا عربيا موحدا في لجنة وضعية المرأة، ليتم إعلام البعثات الدائمة للدول العربية في نيويورك بها. في الإطار ذاته أوصى المجتمعون بعقد اجتماعات للمجموعة العربية في نيويورك على مستوى السفراء والخبراء لتكوين موقف عربي موحد للتفاوض على ورقة الاستنتاجات المتفق عليها والتي ستصدر عن الدورة، والاتفاق على إلقاء بيان عربي موحد يحتوي على أهم الرسائل والتوصيات الصادر في إعلان المنامة خلال أعمال الدورة 61 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 24 من مارس 2017 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. تليه أو تلقيه مملكة البحرين، ويركز إعلان المنامة على ما سوف تتناوله أعمال الدورة القادمة من موضوعات على وجه التحديد: موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، بيئة متغيرة للعمل على صعيد ذي صلة. أوصى المشاركون في اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها 36 بالموافقة على تسمية عاصمة للمرأة العربية يتم اختيارها سنويا بناء على معايير تضعها لجنة المرأة العربية، والموافقة على إعلان مدينة المنامة عاصمة للمرأة العربية لعام 2017 مع اختيار موضوع معين للاحتفاء فيه مع جميع الدول العربية في مناسبة يوم المرأة العربية. وحول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، تمت الموافقة على مقترح مملكة البحرين بشأن وضع مشروع دليل عربي مرجعي للبرلمانات العربية لكيفية تفعيل الأدوات الرقابية لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات العامة والخطط ومتابعة أداء الحكومات. وأوصى المجتمعون بالطلب من الأمانة الفنية التنسيق مع البرلمان العربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لوضع برامج لبناء القدرات للبرلمانات في المنطقة العربية من أجل تعزيز وبناء قدراتهم لتمكين القيام بدورهم التشريعي وللدفع بقضايا تمكين المرأة على أولويات البرلمانات في المنطقة العربية. كما أكد المجتمعون في توصياتهم أيضا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة وتعزيزها بشأن برامج التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في هذا الشأن. هذا وكانت جلسات الاجتماع التحضيري للدورة 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تناولت العديد من البنود والمحاور من أبرزها: الدروس المستفادة من لجنة وضع المرأة والمضي قدما بالنتائج، تمكين المرأة اقتصاديا في بيئة العمل المتغيرة في المنطقة العربية، الإنجازات والتحديات، المتغيرات الإقليمية والدولية وأثارها على التمكين الاقتصادي للمرأة، والفجوة بين الأجور بين الجنسين في القطاع العام والخاص، إلى جانب موضوع كيفية تحقيق الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي، القيمة في بيئة العمل المتغيرة. احتفلنا الأمس بتلقي صاحبة السمو الأميرة سبيكة لأعلى وسام عربي، وهو قلادة جامعة الدول العربية. وفي الحقيقة هو يعني ما هو إلا تكريم لعملها الدؤوب الذي فيه إصرار وفيه محبة وفيه إخلاص لأجندة المرأة، ليس فقط في البحرين ولكن في الدول العربية. والآن صاحبة السمو ستأخذ هذه الجهود لتنقلها إلى العالم بعد أن يتم إعلان جائزة صاحبة السمو لجائزة المرأة العالمية، والتي سيتم الإعلان عنها في نيويورك في الشهر القادم إن شاء الله. قائمة التحديات طويلة جدا في الدول العربية، هناك بالتأكيد الكثير من الإيجابيات والتقدم، ولكن لا يزال طويل الطريق طويل بالنسبة للمرأة في الدول العربية. بعض الدول الغربية تعتقد أن ديننا الحنيف هو الذي يقف عائق بين المرأة وبين المساواة، ولكن هذا هو مفهوم خاطئ جدا، والأمس تم التحدث في هذا الموضوع.
هناك الكثير من التقاليد العربية التي لا علاقة لها بالدين تؤثر سلبا على هذه القضية، وهو شيء نعمل معا عليه، ليس فقط بالنظر في القوانين والتشريعات، ولكن في الخطاب لتغيير التقاليد الخاطئة وبناء تقاليد جديدة يكون فيها موضوع المساواة هو الموضوع الأكثر أهمية والأولى بالرعاية. اعتراف من جامعة الدول العربية، وعندما أقول جامعة الدول العربية أقصد بها المجتمع العربي والمرأة العربية، أنها تعترف بإضافات سمو الأميرة سبيكة. وفي الحقيقة سعدت كثيرا بما سمعته من صدق في التعبير، وكذلك من رؤية لمستقبل أفضل للمرأة وتحمس لمستقبل المرأة العربية. هذا أقوله بكل صدق، وهذا ما لمسته وأحببت فيها كثيرا تواضعها.